مشاهدينا التلفزيون النصر 24 في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دال الوقت الا نقدم لكم فقره لنشره ايام تلفزيون النصر 24. استقبل في قصر الرئاسي الرئيس الجمهوريه للمجلس العسكري الانتقالي الجنرال دكوردرمي محمد تدريس ديبي نو الشباب الناشطين القدام في فرنسا. عثمان عبد الغني بريس بريزونس. ميكائيلا جيبيلا، وذلك من اجل المشاركه في الحوار الوطني الشامل المقبل. ويعتبر السيد ميكائيلا جيبيلا من ابرز الشباب الناشطين بفرنسا، وخلال لقائهم برئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهوريه الجنرال محمد إدريس تبيتنو، بحثوا العديد من الملفات أهمها الأفو النداء الذي قدمه الجنرال محمد إدريس تبيتنو لكل المعارضين العسكريين والسياسيين والناشطين وجميع التشادين في الخارج، بهدف المشاركة في الحوار الوطني المقبل من أجل رساء السلام والعمل على بناء وتقدم تشاد. اللقاء حضره وزير الدولة المكلف بالمصالحة الوطنية والحوار ومساعده رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني برئاسة الجمهورية. الناشط ميكائيلا جيبيلا عقب خروج من اللقاء قدم نداء إلى بقية التشادين في الخارج للعودة والمشاركة في الملتقى الوطني المقبل. هو قال لنا أرجو في بلدكم، أرجو في بلدكم أنا أن ننتقل الأمن شيء كبدوك ما فيه تقودوا برا ما يساعد لنا. دونك ألوم جينا قابلنا سامينا هزات سامانا وقامينا قلنا نفكر البلد، أولادنا التشاد كلك لازم نقوم ونكاتفوا ونلقوا حل. جينا للسلام علينا، ما جينا شغلة، جينا للسلام وقلنا كي شاب تشادي أبنا أخواني القديم في الخارج نقول لهم أرجو شيء كتلم ما فيه. هذا ونذكر بأن السياسة التي انتاجها المجلس العسكري الانتقالي في تشاد من أجل المشاركة في الحوار القادم وصفها الجميل سيما المجتمع الدولي بالجيدة والناجحة وتسير في الاتجاه الصحيح. ومن خلال هذه السياسة عاد الكثير من المعارضين العسكريين والسياسيين والناشطين الموجودين في المنفى عادوا إلى بلادنا الجميلة تشاد للمساهمة في تعزيز السلام والأمن ومن ثم البناء والازدهار. الهيئة الوطنية من أجل ترقية الأمر أي الأونابي كان نظم واحد مناسبة عن الختام عن التدريب للباحثين عن العمل الفني والفابريكاسيون عن الفور والسيسوار سولير، والمناسبة كمان كان بقت هناك في باكان عن البروموزور اللقات في كاركي السابنغالي في كومين عن دي وفي المناسبة كان قدموا برقية عن الشكر والريكومنداسيون بعد كلمة عن الديزيم مرأجين عن الستيم أرندوسيما ميانغا جيديون، هو كمان شكر السنتر بالجود اللي كان سوا والشهد كمان يدخل من التحسين عن الحياة للمواطنين. بعد كمان مديرة عن البروموزول روبا ميانغا هي كمان فريت مرة وايد وتطلب من كل المتدربين خلال 20 يوم اللي كان دربهم دا خلي يطبقوا أشياء اللي كانوا صفهم دا يطبقوا في أرض الواقع. وفي النهاية كمان كان أنتو بعد من الشهادات عن التخطير للدمندير عن أمبلوى وكان زاروا الأشياء اللي كان سو خلال 20 يوم. مدرسة أمجاد الغاري في كارتي أنغبو في كومين هنا ويتيم رانسوما كان نسو حفلة لعشان يكرموا فوقا الطلاب اللي كان لغو البكالوريا. موسى عمر موسى كان يدرين التفاصيل شنو صوت جو يسود الفرح والسرور بنجاح طلاب مجمع أمجاد في شهادة الإعدادية والثانوية دورة عام 2021. لذلك جاء الاحتفال بالمتفوقين دفعة العطاء البالغ عددهم 35 متفوق من بين المترشحين، حيث بدأت المناسبة بأعي من ذكر الله الحكيم عقبه النشيد الوطني وأبيات شعرية وأناشيد مدرسية. رئيس اللجنة المنظمة قدم شكر للحضور على تلبية الدعوة لمشاركة إحياء مناسبة حفل تكريم الفائزين في مسابقة الشهادة الإعدادية والثانوية. من جانبه مدير القسم الإعدادي والثانوي لمجمع الأمجاد الفضيل موسى عبيد أشاد بجهود المعلمين في العملية التعليمية وأوصفها بالمسؤولية الرقابية، مضيفا بأن هذا الحفل يهدف إلى تشجيع التلاميذ نحو الاجتهاد. سالمين غانمين إلى بيوتكم وأهاليكم. كما أيضا أنوه لطلاب الصف الثالث الثانوي علمي
والصف الثالث الثانوي أدبي لهذا العام والصف الرابع الإعدادي. هذا الحفل هو حفل الخريجين، عليكم بشد المئزر والمذاكرة والمجازفة والجهد الكبير وترك النوم حتى تصلوا إلى هذا المكان أو إلى هذه البقعة. ونحن إدارة ومعلمين معكم، اجتهدوا ثم انجحوا وبعد ذلك نجهز لكم أكبر من هذه الاحتفالية إن شاء الله. وأخيرا أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المفتش بالدائرة الثامنة أبو بكر الصديق قدم شكره وقال إن المجمع الأمجاد التعليمي من المؤسسات الأوائل في نوعية التعليم الجيد بالدائرة الثامنة. هذا وفي نهاية المناسبة وزعت شهادات تقديرية للفائزين. إجت كان نظم واحدة مناسبة عن الأنتين عن الأتساسيون للدفع الثانية من القسم العربي، وده كان بيجا في واحد أوتيل الغايد في كاركي سبنغالي في كومين هنا تسمى مسلمة. تفاصيل في تخرج الدفع الثانية للمرشان من مهد حكشات من قسم العربي كان صولهم مناسبة هنا الأنتين هنا الشهادات هنا الليسانس حقوم من مختلف التخصصات. المناسبة كان بيجت في واحد أوتيل اللقائد في كاركي السابنغالي. كان حذر في المناسبة المؤسس هنا الحكات الدكتور علي عبد الرحمن هجار، الدكاترة المؤلمين أبهات الإيال والطلاب. كانت المناسبة بكلمة هنا جيت انجيتو اللي كان قدمه يوسف موسى حسين، وكمان شكر كل الحضور وشكر المؤلمين بالجهد اللي كان سولهم. شكرنا هديكم ورب الأرش لنا يحميكم، ونهديكم كل الحب والوفاء بأرقى كلمات الشكر والثناء منا لكم يا أفراد الأسرة الأوفياء. أيها الجمع الكريم، نهدي تخرجنا ثمر جهدنا وثروة دراستنا والفرحة التي كنا ننتظرها طوال حياتنا لأولئك الذين نشأنا على أيديهم والذين علمونا القيم والمبادئ والإخلاق. نتوجه بالشكر لكل أصدقائنا وأيلاتنا وأساتذتنا وكل من له الفضل في وجودنا أمامكم بهذه اللحظة. نعلم أن وقت الفراغ فقد هان في حياتنا، لكن الذكريات التي تحفر في قلوبنا لن يحذفها الزمن مهما طال. أدى كمان ممثل هنا المؤلمين دكتور بشير نيام، هو كمان شكر اللجنة التنظيمية بالنجاح هنا الحفلة. نقف أمامكم كعادة للتخريج دفعة جديدة من أبناؤنا وبناتنا الذين تحملوا الصعاب وسحروا الليالي طوال السنين الغائبة ليصلوا إلى هنا يوم الأغر. فهو اليوم ينفع الصادقين عن صدقهم والمجتهدين اجتهاد عن مجتهدين اجتهادهم. فهو يوم حصادهم لما زرعنا لهم من العلم والمعرفة والقيم والعدم. الشهادات التي تمنعكم هذا اليوم وهو ثمر جهودكم وفوائد أولياءكم الذين دفعوا الغالي والنفيس لرفع شأنكم. قال للمؤسس أن الحكشات الدكتور علي عبد الرحمن هجار، هو كمان حنى الطلاب بالشهادة عن الليسانس هقوم، وده بس يفتح لهم مجال عن العمل في كل مكان. شهادة الليسانس، والليسانس شهادة مهمة عشان تفتح أفق في دراسات عليا في مجال الماستر والدكتوراه وما أشبه ذلك. وتخصصكم طبعا تخصص خاص، تخصص يعني بكل صراحة ما ممكن بدون معرفة اللغات، ما لغة واحدة ما لغتين ما ثلاثة لغات، زي بطرس قالي 9 لغات
تسع لغات. فنشكر الله ودكتور حجار والإخوة المدرسين والمدرسات بصراحة مبروك، والأهل الجونة فشوية وشوية ماشين، والشباب يعني فيهم بكان ماشين مودو، وبعد يوم يومين ثلاثة شهر بلدنا تدخل في فترة جديدة، فترة حوار وطني شامل. والحوار ما ممكن بدون استعداد الشباب لأجل التنمية، لأجل السلام والاستقرار في بلدنا الحبيبة تشاد. ونذكر في النهاية كمان كان أنتو الشهادات للطلاب اللي كان أقرجوا المناسبة دي كملت بالفرحة والسرور. الكاميرا انت الاخبار من التلفزيون النصور كان سوى الجولة في واحد تسوق، وكان لقد بعض من الشباب قاعدين بعدلوا الامبول وقاعدين بعدلوا الفانجيلاتير بدون تدريب. نتابع جزء من كلام. كان عندي التليفون لا انا جيت ما قرانكي وقانا قايا الليميني وكشيشي انا وقانا اللهم يوروني كما عندنا كميشل كان داتا لاف داتا تخير كي مرات ميشل ميكرو دول انا صون دول كان ابدا يوري كان صون في كان يا ترى في وايدين دا نوكيا وايدين في تخير لهم بلا كريستال و في وايدين دا كان ما كريستال تخير لهم ميكرو دول كريستال ما عندي خل هنا سنه كان علام تبي بكانا برسك عندي 10 ans. La Dieu merci, je suis un étudiant. Mais en salmim, je me débrouille, après ça, je suis couragi, je suis stage à Guinée. Parfois, les clients, ils ont dit travail est très difficile. Aussi, ils ont dit c'est comme ça, il faut que je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. بيقالين أحسن دورك مش اللقطة بفكك أما في مال مش دميتة تعيش عجيبة دميتة تعيش عجيبة الدور السيء جهنا بيهم اثنين طماعين بيتعبك بيتعرف إنسان هذا كذا بوارة هنا بيقول الصورة قالنا كيف الأخير جيت تسوي هنا ده يصير واحد يوم واحد خمسة طماعين ده أنا قاعد في دكاني ده هسه تون رهان في دكاني من سنتين والحمد لله هذا قال نفذ علمت عراسيا في نيجيريا فما يدوبي وقت النظري في جيم في نيجيريا وكده كان مشجعات فما يدوبي علمت مع السوداني بقوله مقبول والله الخدمة الحمد لله اليوم كان تجارة وكده ما ننقطع لكن بقي الصناعة في الحمد لله ما انقطع لا هسه ماشي واللي بأكل كان العمر عهدة ماشي. بلا خلاص كملت النشرة الدرجة نشكركم كثير نخليكم كمان تتابعوا متابعة سيدة ما باقي برنامجنا التلفزيون النصر الفضل أبو الضعفين.